تحياتي لكم أصدقائي الأعزاء، ومرة أخرى جولة في برلين. المبنى اللي تشاهدوه بالصورة هو مبنى البرلمان الألماني والبوندستاغ مثل ما تشاهدوه، والمنطقة المحيطة تسمى بالمنطقة الحكومية أو الحي الحكومي، وهذا الشاطئ يسمى شاطئ البرلمان بوندستاغ هوفا. هذه الصورة المقربة للمبنى قرب الشاطئ. وهذه من زاوية أخرى المبنى البرلماني الحكومي. لو تلاحظون القبة البيضاء الموجودة فوق البرلمان، هذه تم إنشائها حديثا، يعني قبل فترة ليست بالبعيدة. هذا تعني أنه الشفافية، وتعني باتخاذ القرارات والشفافية في الأحكام داخل البرلمان الألماني. للأسف بالمناطق العربية خصوصا العراق، الوصول للحي الحكومي أشبه بالمهمة المستحيلة، على عكس الدول الأوروبية ومنها ألمانيا. يعني أقصد في العراق في الزمن السابق قبل الحرب عام 2003 وبعد الحرب، أشبه بالمستحيل الوصول للحي الحكومي. وإحنا الآن داخل الحي الحكومي، الوزارات الاتحادية والمبنى الاتحادي للبرلمان الألماني، حتى مباني المستشارية القرون الأدنى. نعم، أمامنا لو تلاحظوا قصر المؤتمرات.